فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس عندما يريد الذهاب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أحد الأشخاص: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، فهل لهذا أصل؟ سبحان الله، الرسول يقول: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فلا حاجة أنك توصي واحد، صل عليه وأنت بالمشرق أو بالمغرب وسيبلغه صلاتك وتسليمك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى الدين؟ ولهذا كان رجل يأتي إلى فتحة في الحجرة النبوية ويقف عندها، ولما سئل قال: أنا أصلي على الرسول. قال له الحسن بن علي: صلي عليه في أي مكان. ثم روى له الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ثم قال الحسن: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني سواء وقفت عند الفتحة هذه أو أنت بالأندلس، إذا صليت على الرسول سيبلغه الله تسليمك ويرد عليك. نعم، صلى الله عليه بها عشرة. نعم، اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله، الله ما ضيق علينا، لازم لو بغينا نصلي على الرسول نروح للمدينة، نجي من المشرق ولا من المغرب، الله جل وعلا يسر لنا أن نصلي ونسلم عليه في أي مكان. نعم.